ان انت كاريزماتيك، الكاميرا بتحب اللي بيحبها، والكاميرا طول ما بتعرفش تكذب. لما بيجي حد بيحب الكاميرا هي على طول بتقوم، عارفه انت لما تلاقي حد ما بيصدق هي الكاميرا ما صدقتهاش. طب انت وانت فهمت اللي هو مش اعلام بقى، ده تمثيل، فانا داخله جد بقى. عملت ايه يعني؟ كنت مخضوضه؟ جهزت ازاي؟ عملت ايه؟ خاصه انه كان دور مهم ورئيسي. ده هي انا اصلا كنت بعمل اعلانات، بس فالاعلانات دي ايه، بنصور يوم يومين. فانا كان حلمي ان انا اعمل فيلم او بيج بروجكت، عشان انا صغيره وانا بحس ان كلنا يعني اطفال كنا بنتفرج على بهايند سينز بتاع الافلام ونقول ايه ده، فعلا دول ناس بيسافروا وناس بيصوروا بينطوا ومش عارف ايه. لا كان نفسي نفسي نفسي. فانا عملت اوديشن لهيبتا، ولما جالي الدور فرحت طبعا جدا جدا. وبعدين يعني الفيلم ده مليان ممثلين يعني. طب قوليلي انت دلوقتي الحمد لله بقيتي فجر معروف ووشك معروف، اصحابك بقى ايه بقى؟ انا عندي البنات بالذات انا عارفه نفسنا اكيد اكيد عشت حاجات وحشه، وعندي كان عندي اصحاب وقت طويل قوي اتأثرتي؟ طبعا. يعني هل اقدر اقول ان مع بدايه خطوات الشهره في حياتك خسرتي قدامها اصحاب ما كنتيش متوقعه انك تخسريهم؟ او اكتشفتي اصحاب الوجه الحقيقي للاصحاب؟ بحس لا، انا اكتشفت قبل الشهره بس بعدين. ازاي بقى؟ او الشهره يعني مش حاسه ان انا مشهوره قوي كده. بس انا يعني حصل لي حكايات زي اي بنت بيحصلها، يعني تفتكر ان حد صاحبك جدا ويطلع مش شخص كويس، غيره يعني. كان في ناس كتير برضو بتغير من علاقتي مع مامتي او كده، عشان حاسه ان ده مشكله كبيره قوي في الوقت ده، ان يعني في ناس كتير يعني ما عندهم اكنهم ما عندهمش اب او ام، يعني اب او ام مثلا بيشتغلوا كتير قوي ما بيقعدوش معاهم وكده. فناس كتير من صحابي كانوا بيغيروا من العلاقه اللي عندي مع مامتي، عشان مامتي كانت دايما معايا اذا كان في التصوير انا عايزه نعمل ستريس على العلاقه بين ماما وهي. بس اكيد بس في ناس اكيد من اصحابك لسه مستمرين. طبعا عشان الحياه فيها ده وفيها ده. طبعا وفي جداد وداعمين. 15 سنه ده انت هتيجي مليون. انا بحاول ان اتعرفي على 2 مليون. اسمعي كلامي. انا بحاول ان السيركل بتاعي يفضل صغير. يعني انا عندي اصحاب ايوه بالظبط، عندي اصحاب معينه بحبهم جدا وهم مش كتير خالص. ما تدخليش حد في الـ في الـ في الانر سيركل بتاعك، خليهم كلهم بره لغايه ما انت تختاري حد. عارفه حد يشفط حد جوه كل شويه من ان الاخر تشوفي حد. بما ان علاقتك قويه بماما، مين بيختار الادوار، هي ولا انت؟ هو بيكون يعني حتى مع بابايا بيكون بنتناقش مع بعض، بنتكلم كلنا مع بعض ونوافق، وانا اقول رايي وهما يعني نتخانق بقى، يعني نهزر كده، دايما بناخد القرار مع بعض. بس مين اللي بتسمعي وجهه نظره؟ وهل في مره حد يعني هم او حد بابا او ماما قال لك لا يا لينا الدور ده مش عايزك تعمليه وانت وافقتي؟ ما بيكونش يعني مش عارفه يعني. هو من حقهم على فكره. طبعا وانا بثق فيهم، يعني بثق في كلامهم جدا اكتر من بثق في كلمتي انا يعني. بس يعني في ادوار اللي هو مثلا مره جالي دورين في نفس الوقت. اوكي. ويعني انا هم يعني كان في دور اكبر من الثاني، بس الثاني ده كان دور في فيلم، كان في مسلسل له يعني تاثير، كان هيبقى مؤثر تاثير، وكان استاذ تامر محسن كان مخرج. ما اقدرش يعني لا ده كفايه انك مع تامر محسن. ما اقدرش ما اعملش عمل مع استاذ تامر محسن. فبس فهم قالوا لي لا لازم تختاري الدور اللي هيفرق معاكي اكتر، التعليم منه. وسمعتي كلام؟ طبعا. انا عايزه اسال قبل الافلام، يعني انا مش عايزه اتكلم عن افلام كتير بقدر ما انا عايزه اتكلم عنك. علاقتك بماما واصله لمرحله قد ايه؟ يعني انت كنتي قلتي لي انا مامي ناس اصحابي بيغيروا من العلاقه اللي بيني وبين ماما، اللي هو ايه العلاقه دي عامله ازاي؟ احنا اصحاب جدا، يعني انا ومامتي يعني احنا اصحاب جدا جدا جدا. تقدري تقولي لها كل حاجه واي حاجه؟ بالظبط. وهي اللي انا باخد منها يعني كل، يعني انا بحس ان احنا بنعلم بعض. يعني دايما مامتي بتقولي يعني انا لما خلفتكم انا كمان اتربيت. أوكي. تربيت تاني. فبس فاحنا يعني بنكبر مع بعض. يعني بتتخانقي مع مامي؟ بتخانق اكيد يعني. طب انت يعني كده ما قلتي لما اتكلمتي على مامي يا لاف يور مادر وهي قاعده قدامي؟ يعني انت بتتبادلوا الادوار، شويه انت الام وشويه هي البنت وشويه العكس.
يعني مش فاهمه ممكن حاجه يعني انت مامتها احيانا وهي مامتك احيانا بالزبط. انت بنتها احيانا وهي بنتك يعني احيانا انت بتعيطي يعني. ليه لما جبنا سيره مامي قاعده قدامك ربنا يخليها لك قد ايه دموعك قريبه؟ لا مش كده. مامي فارقه معاكي في ايه؟ انت حاسه ان هي ليها دور قوي؟ عايزين اموت ولا ايه؟ لا خالص. احنا فخورين بيكي ان انت قد ايه بتكني الحب ده والجراتيتيود لماما. واضح ان من غيرها ما كنتش عرفتي تكملي صح؟ انا من غيرها ولا حاجه يعني. ربنا يخليها لك يا رب. مامتك لما جالك فيلم نزوه وده كان دور جريء جدا ان انت بنوته صغيره جدا وبتعملي دور بنت حامل فده دور صعب وماما وافقت عليه ماما بقى اتناقشته ازاي في القصه دي؟ في الدور ده انا اصلا فرحت جدا لما جالي عشان كنت عمري ما عملت دور يعني مختلف خالص عن طبعا ملوش علاقه بيا. فكان دايما بيجي دور البنت المستفزه مع مامتها وبابا تخانق مع مامتها وبابا بس عمري ما جالي اللي هو انت في الحقيقه بس عادي يعني بالظبط عمري ما جالي دور البنت المستفزه وكمان حامل يعني ده عمره ما حصل لي. فانا فرحت جدا من الدور ده وحتى مامتي وبابايا شجعوني جدا عليه عشان مامي قعدت معاكي او بابي قعد معاكي قال لك يعني تتاكلت ازاي يعني تخشي في الدور ازاي بالذات مامي فكره ان خلي بالك ان ده دور ممكن الناس تبتدي تقيمك من الدور ده الناس اللي في الشارع ممكن يبقى عندهم مش درجه وعي كفايه انه مش دي البنت اللي طلعت حامل في ال ايوه انا يعني انا احنا اصلا اتخضينا من الناس ان الناس اتخضت ان انا كنت حامل احنا كنا فاكرين الناس هتضايق من الموضوع ان انا كنت بحب شخص اكبر مني بكتير قوي ان انا اصلا كنت بعمل دور بنت عندها 17 سنه وانا اصلا كان ساعتها عندي 14 مثلا بالظبط وكانت المفروض بنت عندها 17 سنه دي بتحب راجل عنده 29 وراجل عنده 29 ده في الحقيقه كان في اخر ثلاثينات فاللي هو كان يعني فرق كبير قوي فده افتكرت الناس هتضايق منه بس الناس في الاخر اتضايقت من الموضوع ان انا حامل وما عرفتش تفرق ما بين ان ده تمثيل إن ده وده مش انا دي شخصيه مش انت عملتي ازاي بقى يعني في الاول اتخضيت وزعلت قلت يعني كانت الناس يعني حتى في المدرسه كان في يعني بالظبط انا كنت عايزه اوصل للحته دي المدرسه ايه بقى كانت الناس يعني يعني بتتريق كده او بتقول انت ازاي عملتي كده ويقعدوا يتناقشوا اصلا في سول اصلا مش في سول كنت بتقنعيهم ازاي لما تتهاجمي الهجوم ده منهم كنت بقول لهم يا جماعه يعني اكبروا شويه ده تمثيل انا بمثل يعني حتى ما فيش اي حاجه بالذات ان احنا في مصر فما فيش سينز اصلا ما فيش حاجه حصلت غير ان اتقال ان انا كنت حامل